لا باقي باقي واحد هنا واحد هنا اللي يفصلونها دايم ذول ما دام عند عزيز أقول لكم شيء حقيقة طبعا إذا صارت النتيجة تعادل 10-10 لكن مو تعادل ابدا مو تعادل من باقي هنا باقي عبد العزيز حمد حمد دوافير باقي تعالوا اللي بيودعنا لهالليل لا صح ما في ودع حلو الجو عجبني الجو طيب كم تتوقع اخذت لو قلت توقع 5-4 هذا وشو وقت بلنتيات لا يا 5-4 يا 5-4 وانت يا حمد والله انا ان شاء الله اقول 5 5 اي نعم حلو توقعاتكم فيها يعني إحساس الفرق راح يكون سؤال واحد is the winner a 300 pound الفائز هو الأعلى وأخذ 4 يعني الثاني كم أخذ ثلاثة شو الساعة 12 اوف والله تاخر هنا ما في ساعه قهر تمغط ليش ما تقص ضفيرك انت ها قصه مقصوصه لا قصه ازيد ايه انت مقصوص انا فاهم التوتر غلط صح شلون الإضاءة اللي فوق إيه فايز أنت مبروك الله يوم عليك عبد العزيز أخذ 3 وحمد العنزي أخذ 4 قريب الفرق بينكم نقطة واحدة فقط 20 هنا 19 وهنا 20 والفارق في هذه المسابقة 20 درجة لفريق همة ألف مبروك سهلون لسه قدامكم فرصة أنكم تعوضون فريق طويل شكرا لكم جمهور الكريم على المتابعة شوفكم على خير الأسبوع القادم في الحصة الأولى استودعناكم الله ومع السلامة.